عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه عاش الشباب صباح الخير صباح الأمل صباح كل جديد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عايش الشباب. النهاردة بقدم لكم حلقة مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي فاتت، لكن في بداية حلقتنا أحب أعرفكم بفقرتنا النهاردة. الراحة النفسية هي أهم حاجة في حياة كل إنسان، وهي اللي من خلالها بيقدر يكون إنسان سوي ويقدر يحقق أهدافه ويرسم أحلامه. علشان كده هتكون فقرتنا الأولى مع الدكتور إسلام عبادي اللي هيكلمنا أكتر عن قوانين الراحة النفسية، وأما الفقرة الثانية هتكون معانا ضيفنا اللي هيكون مشرفنا عبد المنعم الألفي. هو نموذج مشرف جدا لمصر، وهو كمان صاحب تحقيق حلم. هو كان عنده حلم وقدر ان هو يوصل لجزء منه. عايزين نعرف منه قصته ايه وازاي قدر يحقق الحلم ده. لكن قبل ما اطلع فاصل احب اشكر الاكاديمية المصرية للاعلام والتنمية، لان هي اللي اتاحت لي الفرصة ان اكون قدام حضراتكم على الشاشة، واوجه شكري للاعلامي احمد دياب، واحب اوجه شكري لاصحاب الفضل عليا وهم بابا وماما، لان هم سبب في ان انا اكون هنا النهاردة، وهم اللي كانوا دايما بيساعدوني ودايما بيدعموني وبيشجعوني. وكمان احب اشكر التيم بتاعي رشا واسلام وايمن، لان هم دايما بيقفوا جنبي وبيديروا معايا اي ازمه. هم المفروض كانوا يكونوا معايا النهارده، ولكن هم مش هيقدروا يكونوا متواجدين، ولكن احب اشكرهم وان شاء الله يكونوا معايا في حلقات تانية. انتظروني في فقرات مهمه جدا، ولكن بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده. الراحة النفسية هي أهم حاجة في حياة كل إنسان، وهي اللي من غيرها الإنسان مش بيقدر يعيش حياة كويسة، وهي اللي من خلالها الإنسان بيقدر يكون إنسان سوي. وللأسف هي دي الحاجة اللي الإنسان بيفضل يبحث عنها، لأن من غيرها بتكون حياته تعيسة. علشان كده موضوع فقرتنا النهاردة هنتكلم عن قوانين الراحة النفسية مع ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور إسلام عبادي استشاري الصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ جهاد. حضرتك نورتنا. أنت منورة الشاشة. ربنا يخليك. في البداية كده عايزين نعرف من حضرتك إيه هو مفهوم قوانين الراحة النفسية. إحنا عايزين نفهم ونتأكد على حاجة معينة، إن كل حاجة في الدنيا تخضع إلى قوانين. الطبيعة بتخضع إلى قوانين ثابتة، والجسد بيخضع إلى قوانين ثابتة، الجسم الوظائف الداخلية بتخضع إلى قوانين ثابتة، برضو الوظائف النفسية والحالة النفسية بتاعة الإنسان بتخضع إلى قوانين. والقوانين اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة ما هي إلا نصائح نفسية عاوزين نطبقها في حياتنا وتبقى قوانين ثابتة. دي خضعت إلى تجارب متعددة من علماء النفس ومن مراكز الصحة العالمية، فأصبحت قوانين ثابتة عشان جربوها على مئات الحالات وجابت نتائج جميلة في حياة الإنسان بتؤدي إلى الراحة. قوانين بسيطة، نصائح بسيطة، لو الواحد قدر يطبقها في حياته هيكون سعيد وهيكون مبسوط وهيكون يعني بدأ يمشي خطوات الراحة النفسية. في بعض الناس بتسأل هل فعلا في حاجة اسمها قوانين للراحة النفسية؟ احنا قلنا ان كل حاجة بتخضع لقوانين، لازما الحالة النفسية بتخضع إلى قوانين ثابتة، مش قوانين كمان يعني متغيرة، لا دي قوانين ثابتة بتتغير وتتأقلم مع كل إنسان وحالته وشخصيته ووضعه بتختلف. ممكن حضرتك تقول لنا إيه هي القوانين دي؟ هنتكلم النهاردة على أربع قوانين، وأربع قوانين بسيط جدا عاوزين نطبقهم في حياتنا. أول قانون، لا تدع نفسك تقتل كالغزالة. القانون الثاني، قلل سقف توقعاتك تقل مشكلاتك. كل ما الواحد يقلل سقف توقعاته تقل مشكلاته. القانون الثالث، لا تدع المياه تتسلل إلى سفينتك، لا تدع المياه تتسلل إلى سفينتك. والقانون الرابع والأخير، نام عيان نام زعلان تصحى عيان، نام زعلان
تصحى عيان. دي اربع قوانين عاوزين نطبقهم في حياتنا، ونحاول ان احنا يعني نتجنب اللي فيه من سلبيات ونحاول ناخد كل ايجابياتها، هنبقى عندنا راحه نفسيه. هل في قانون من خلاله نقدر نتغلب على الخوف والقلق اللي بيكون جوانا؟ ده القانون الاولاني، لا تدع نفسك تقتل كالغزاله. يعني ايه لا تدع نفسك تقتل كالغزاله؟ هنقول ان هنشبه تشبيه بسيط جدا، ان الاكتئاب والخوف والمخاوف والمشاكل النفسيه والمشاكل الحياتيه اللي بتواجه الانسان في كل حياته وفي كل اوقاته، احنا لازم نعرف ان احنا لازم نواجه التحديات. عامله زي الكائنات المفترسه، عامله زي الاسد، عامله زي الفهد، عامله زي النمر. والحياه دي زي الغابه، دايما بنقول الحياه فيها غابه، والانسان ده عامل زي كائن الغزال البسيط. ليه كائن الغزال بيبقى اسهل حيوان يفترس؟ علشان اكتر حيوان بيبقى عنده كميه كبيره من المخاوف. الغزالة بتفضل مع ان سرعتها اكبر واقوى من الفهد والنمر والاسد بمراحل، الا ان هي بتبقى اسهل فريسة ليهم، علشان بيبقى عندها كمية مخاوف بتخليها تفضل تبص وراها، تفضل تبص وراها، تفضل تبص وراها، تفضل تبص وراها، فبتبقى فريسة سهلة. كده برضو الانسان طول ما بنفضل عندنا مخاوف وعندنا مشاكل داخلية في التفكير في الماضي كتير، نفضل نبص ورانا، نفضل نبص ورانا، نفضل نبص ورانا، بنبقى فريسة سهلة للحزن، فريسة سهلة للمخاوف، فريسة سهلة للاكتئاب، للمشاكل النفسية. حضرتك تقصد تقول ان الخوف ده بيأثر على الانسان بشكل سلبي كبير جدا؟ طبعا على طول. وطول ما الانسان بيبص لورا، طول ما انا بفكر بتفكير يعني عكسي، يعني بفضل بفكر للخلف وبفكر للورا، بيفضل المخاوف تزيد عندي والمشاكل بتزيد عندي والقلق بيزيد عندي. يعني هنقول بالطبيعي ان الانسان بيتقدم في حياته، ممكن يقع ويتكعبل في الاحجار الاماميه. اي مشكله اماميه زي الحجاره الواحد وقام، بس مش من الطبيعي ان انا يكون الحجر ورا ظهري وقع، ما ينفعش كده. المشاكل اللي احنا بتحصل لنا ليه؟ دايما بنفكر في اللي حصل لنا قبل كده، بنفكر في اللي فات. عشت فتره من الوحده ببقى خايف من الوحده، عشت مشكله زوجيه ببقى خايف من الزواج، عشت مشكله عائليه ببقى خايف من المشكله العائليه، مريت بمشكله في الامتحانات ومشكله في تحصيل الدراسه ببقى خايف منها، وافضل بفكر فيها بشكل رجعي زي الغزاله كده، وتفضل تبص ورا تبص ورا لغايه ما تفترس. واحنا مش عايزين كده، لازم نبص لقدام. هل في قانون من قوانين الراحه النفسيه متعلق بالاهداف؟ طبعا. اهم حاجه بقى بعد ما احنا مش هنبص لورا نبص لقدام، برضو النظره الاماميه لحياتك في المستقبل محتاجه قانون قوي، الا وهو قلل سقف توقعاتك تقل مشكلاتك. كل ما الانسان يبقى عنده توقعات اقل من الأحلام اللي بيحلمها يعيش راحة نفسية. إزاي؟ واحدة داخلة على الجواز بتفضل بقى متخيلة ومتوقعة إن الجواز ده حاجة يعني عظيمة، وإنها هتودع بقى حياتها بقى ببيت والدتها وبيت باباها، وهتعيش بقى حياة سعيدة والكلام ده هوت، وإن هي تبقى حياة وردية. بدأ يبقى سقف التوقعات عندها عالي قوي 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 قوي، وإن زوجها وخطيبها ده عمره ما هيزعلها، وإن خطيبها دوت هيحتويها وحاجات زي كده. أول ما بتزود سقف التوقعات جدا وتيجي تعيش الواقع بتصطدم. يحصل إيه بقى؟ إيه؟ صدمة. الصدمات دي بقى بتؤثر وبتعمل مشاكل نفسية كتير، بتعمل لنا حاجة اسمها تروما، بتعمل لنا حاجة اسمها بانيك، هلع، مشاكل كتيرة بسبب ان سقف توقعاتنا بتبقى زيادة. سقف توقعاتنا في الأشخاص، الواحد بيفضل متوقع كده في أشخاص لما بيتعاملوا معاهم بيحسوا ان هم يعني الأشخاص دول مثاليين جدا، وبعد ما بيتدخلوا قوي بعشم يصطدموا بالإيه؟ بالواقع. زي ما واحد كده مثلا ماشي كل يوم بيقابل واحد مسكين، واحد يعني غني وبيقابل مسكين، كل يوم يديله جنيه، فالمسكين ده بيتبسط قوي، كل يوم يديله جنيه، يتبسط كل يوم يديله جنيه. المسكين ده برمج نفسه ان هو دايما الراجل ده هيديله جنيه، الراجل ده رجع اداله تاني يوم 2 جنيه، بدا يزود 3 جنيه، الراجل اللي هو بقى المسكين ده يعني هيبرمج تفكيره ان كل يوم هيزيد هيزيد هيزيد، يجي يحصل موقف للراجل الغني دوت
يديله جنيه او ما يديلهوش، يحصل للمسكين ده ايه بقى؟ يصطدم بالواقع، يزعل ليه ان سقف توقعاته بدأت تزيد تزيد تزيد، فاصطدمت بالايه؟ بالواقع. قصد حضرتك ان احنا نعيش الواقع اللي احنا فيه، ما نحلمش اكتر من سقف التوقعات. ليه بقى؟ لان اغلبيه مشاكلنا في المستقبل ان احنا بنبقى عندنا توقعات زياده. ما يعني مش عاوز الواحد يتعشم قوي في اللي حواليه، مش عايز حد يتعشم قوي في الظروف اللي حواليه، لازم تبقى مهيئ نفسك ان ممكن يحصل اي موقف يخلي كل توقعاتك ما تبقاش مطابقه مع الواقع، عشان ما يحصلش تروما، ما يحصلش صدمه، عشان الصدمات بتبقى سبب ان الانسان بيصطدم بالواقع. طب يا دكتور، لما انا اعمل كده هل ده ممكن ياثر على طموحي اللي انا رسماه لنفسي؟ يعني يخليني انزل بالمستوى بتاعي؟ هنقول ان الطموح جميل جدا، بس الطموح المنظم احسن من الطموح المطلق. يعني ايه؟ انا لازم يبقى عندي طموح وعندي تفاؤل وعندي نظره حلوه مستقبليه، بس ما توصلش لدرجه ان الواحد يبقى نفسه يوصل لحاجه كبيره قوي قوي وهو ما خدش خطوات عمليه للوصول. لازم لو انا عندي اهداف كبيره وعندي طموح كبير اجزأ رؤيتي للواقع، لازم اشوف اهداف قريبه الامد وبعيده الامد. ابدا اخد بقى الاهداف القريبه الامد ديت بينت خطوه 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 خطوه، ولكن احط الاهداف بيونت. دي شيء عظيم وشيء جميل، ده لازم مطلوب، بس لازم نعملها نحطها في حدود علشان ما نصطدمش بالواقع. وربنا بيقول في القران الكريم عشان ننهي القاعدتين والقوانين دي ونؤكد ان هي قوانين نفسيه يا ربنا، يا ربنا قالها، ربنا قال في القران الكريم ايه؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يعني الانسان ما يتاسفش على اللي فاته ولا يفرح أول باللي جاي. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، دي من القوانين النفسية اللي احنا اتكلمنا فيها. بيجي علينا وقت بنكون مرهقين نفسيا وتعبانين جدا، هل في قانون بيخلينا يجي لنا سكينة نفسية؟ طبعا ده في قوانين كتير جدا بتعمل لنا نوع من أنواع السكينة النفسية. أهم قانون بيخليك يبقى عندك سكينة نفسية اللي احنا سميناه في أول الحلقة، لا تجعل المياه تتسلل إلى سفينتك. يعني إيه الكلام دوت؟ هنعتبر إن الدنيا دي زي البحر، والبحر دوت مهما كان عميق ومهما كان فيه أمواج شديدة بيبقى عليه سفن، السفن ممكن تتحمل أي عواصف وتتحمل أي أمواج وتتحمل أي أعماق في البحار، ولكن لا تتحمل إن المياه تتسرب وتدخل جوه السفينة. أول ما المياه تتسرب وتدخل جوه السفينة إيه اللي يحصل؟ تغرق. تبدأ تغرق 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 كده الدنيا. طول ما احنا في حياتنا ماشيين هنواجه أمواج وهنواجه صعوبات، هنواجه مشاكل، هنواجه تحديات. لو جعلت التحديات اللي هتقابلك دي تتسلل إلى جوه إحساسك، جوه نفسيتك، جوه مشاعرك، جوه قلبك، جوه تفكيرك، هتعمل لك نوع من أنواع التأزم النفسي والضغط النفسي والمشاكل النفسية المتعددة اللي كل يوم بتزيد والوتيرة بتاعتها بتزيد، أنواع اكتئاب، أنواع قلق وكبت وقلق وتوتر وحاجات كتيرة. يبقى أهم نصيحة حاول تفصل ما بين الداخل والخارج. الداخل يكون فيه إيمان، لما ربنا قال لك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هتصد على طول. يبقى الواحد عنده مرونة، ما يبقاش يعني يصطدم بالمشكلة ويخش بنفسه ويزعل نفسه ويفضل بقى كابت في نفسه فهينفجر. ما ينفعش، لازم يبقى عندنا مرونة علشان المية ما تتسللش داخل السفينة فنغرق. خلينا يا دكتور نرجع للأهداف، عايزين نعرف من حضرتك إيه الفرق بين الطموح وبين الأحلام وبين سقف التوقعات؟ جميل جدا، انت بتحب الاسئله الجميله ده عشان طموحك كبير يا استاذه جهاد، ربنا يكرمك يا رب العالمين. الطموح فكره داخليه، الطموح رغبه داخليه، الانسان بيبقى نفسه يحقق ذاته، تحقيق الذات، بيبقى عنده طموح عالي. الطموح نظره بعيده الامد للوصول الى اعلى مستوى لتحقيق الذات، ده ايه؟ الطموح. الاهداف بقى ديت هنقول السلم اللي هيوصلك الى الايه؟ الى الطموح. لازما ناخده خطوه 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 خطوه. دي ايه؟ ده الطموح والاهداف. عندنا بقى يعني عشان تحقق الكلام ده كله لازما الانسان يدرس نفسه. لازما الانسان يعرف ايه هي شخصيته، لان اغلبيه المشاكل النفسيه اللي بتواجهنا كلنا ان احنا بنبقى يعني ايه؟ واخدين معلومات خطا عن نفسيتنا او عن شخصيتنا، ومسطبين معلومات خطأ عن شخصيتنا
أو نجهة لمواطن معينة في شخصيتنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد فاكر نفسه أنه عصبي، يقول لك أنا عصبي قوي. أقول له يعني إيه عصبي قوي؟ أنت بتتعصب ليه؟ قال لي لما بيجي موقف يضايقني بتعصب. قلت له ده أمر طبيعي، ما ينفعش، يبقى أنت إنسان بتتعصب مش عصبي. مبرمج معلومة أنه هو عصبي، وأنه هو خلاص أقنع نفسه أنه هو عصبي وهو بيتعصب. في فرق بين الإنسان العصبي والإنسان اللي بيتعصب، فهو كده برمج معلومة خطأ لشخصيته فتجاهل نقطة تانية إيجابية في شخصيته. لذلك الإنسان عشان يحقق طموحه، يحقق أهدافه، لازم أن يبحث في نفسيته، يعرف شخصيته إيه هي، يشوف نمط شخصيته إيه هي، يبرمج المواطن والأنماط الإيجابية في شخصيته علشان يقدر يوصل لتحقيق أهدافه ويوصل إلى طموحه. من غير ما أفهم شخصيتي، من غير ما أفهم نمط شخصيتي، مش هعرف أطبقها، ومعرفش أطبق شخصيتي في الحياة، مش هعرف أوصل لطموحي. هل الالتزام بالجانب الديني بيكون ليه أثر على الراحة النفسية؟ بصي، مما لا شك فيه أبدا، ما فيش أبدا دراسات نفسية على مستوى العالم قدرت، حتى إن كانت موجهة من منظمات بي 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 يعني إيه بتقدس العلم فقط ولا تنظر إلى 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 النظر الروحانية، ما قدرتش أبدا تستغنى عن الجانب الروحاني والجانب الروحي والجانب الديني. كل المؤسسات وكل النظريات النفسية لا غنى عن الدين، إن كان مسلم، إن كان غير مسلم، إن كان مسيحي، إن كان يهودي، إن كان أي ديانة من الديانات، وعلى رأسهم طبعا توحيد ربنا سبحانه وتعالى والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى. لازما أهم حاجة الدين. في بعض الناس بيكونوا يعني عارفين الدين كويس ومؤمنين، ولكن عندهم بعض الاضطرابات النفسية، فده بيكون التعامل معهم إزاي؟ كلام مظبوط أوي، بس إحنا نقول إحنا كده تخطينا نقطة مهمة. هنقول إن ما نقدرش نقول إن عندهم اضطرابات على طول. ليه؟ لإحنا عندنا منظمات الصحة العالمية بدأت تصنف التعب النفسي إلى 3 مراحل. المرحلة الأولانية حاجة اسمها العوارض النفسية، المرحلة التانية اسمها اضطرابات نفسية، المرحلة التالتة اسمها أمراض نفسية. بان عندنا عوارض نفسية، عارض نفسي، اضطراب نفسي، مرض نفسي. احنا لا نخلو جميعا كبشر من العوارض النفسية. يعني ايه عوارض نفسية؟ يعني موقف حصل، الموقف ده هو أثر في نفسيتي. انا نازل الصبح رايح علشان اصور مع استاذ جهاد واخش قناة الصحة والجمال، فجأة الاقي كوتشين العربية نايمين، ده عارض نفسي. عندي تصوير وعندي شغل، فجأة لقيت الكاوتش نايم، هتبقى مشكلة، صح؟ ده عارض نفسي هيأذيني نفسيا، ما ينفعش طبعا في الموقف ده أضحك، هبقى متضايق، صح؟ ساعتها ده عارض نفسي هيأثر على نفسيتي. في واحد بيقدر ياخد العارض النفسي دوت ويبرمجه لحاجة كويسة، وممكن واحد يخزن دوت بشكل سلبي. يعني واحد أول ما يشوف الكاوتشين نايمين كده يقول لك آه هي شكلها كده يوم أسود، يعني يوم وحش خالص، دي ليلة كده يعني، لا خلاص أنا اتخنقت. فده كده سجل العارض النفسي ده بشكل سلبي جوه نفسيته، اليوم كله ممكن يبقى قافل معاه. يعني كده العارض النفسي ده مش بيصنف على انه مرض نفسي؟ لا 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 لا، ده حاجه وده حاجه. لا لا، لسه احنا ما وصلناش للمرض النفسي. هو هيتبلور بقى، وهيخش المراحل كلها لو هو يعني تعامل مع الموقف بالشكل السلبي ده. لان في واحد تاني ممكن يعني ياخد وقايه من الامر ده، اول ما يشوف كده يقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، كل تاخيره وفيها خيره. فدوت برمج المعارض النفسي ايجابي، وده برمج العارض النفسي سلبي. فاللي برمجه سلبي ده يفضل بقى كده على طول مع شخصيته مع نفسيته، يخش للمرحله التانية وهو الاضطراب. لما يخش الاضطراب بقى هو احساس وشعور الانسان بالتعب النفسي من غير ما يكون في سبب. يعني بتبقى قاعد مع الواحد كده بيقول حاسس انا مخنوق، حاسس انا متضايق، حاسس ان انا قرفان، انا مش قادر اخد نفسي. طب في ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ما اعرفش متضايق ليه، مش عارف. مداخله تليفونيه من مين؟ اسلام. دكتور اسلام. ما شاء الله، اهلا بيك يا اسلام. صباح الخير لكل الناس الجميله اللي صاحي الامل وبتحاول ينجز. صباح الخير عليك. انا معاك النهارده في الحلقه اللي هي معنى روح وبس كبير جدا. صباح الخير يا اسلام. صباح النور، اخبارك يا جماعه؟ بجد انا مبسوط انا معاكم النهارده، ومبسوط جدا اكتر في الحلقه اللي هي معنى روح ونفسي اللي بقدمه الاستاذه الاعلاميه جهاد، ودايما بسمع عنها كل التقدم والنجاح، والانسان دايما المثابره ضد الصعوبات والازمات. ربنا يخليك يا اسلام. شكرا. مؤشر ناس كتير جدا للراحه النفسيه والسلام الداخلي وكل العوامل السلبيه المحيطه بشباب اليوم. شكرا ليك يا اسلام، اتفضل. معاك، اتفضل معاكم.
اتفضل. انا معاك اهو يا دكتور اسلام، ازاي حضرتك عامل ايه؟ ده كده السؤال عايز اسال حضرتك في اسئله في بالي كتير جدا، ولكن في البدايه اسال حضرتك سؤال، هو هل اثبات الذات يعتبر من القوانين النفسيه او ذات منين؟ تاني كده يا دكتور اسلام. هل اثبات الذات يعتبر من القوانين النفسيه او جزء منه؟ ممكن طبعا 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 انا سامع طبعا من تحقيق الذات طبعا بتخضع الى قوانين نفسيه قويه، لان احنا لسه كنا متكلمين شويه ان الانسان لازما يخضع الى فهم ودراسه شخصيته، والشخصيات ذات نفسها وانماط الشخصيه بتخضع الى قوانين ثابته، يعني هنلاقي عندنا بعض الاشياء الثابته في شخصيه كل البشر ولكن بتختلف مع كل واحد. كل انسان بيحاول يبحث في شخصيته ايه هي، هل هو شخصيه وسواسه، هل هو هي شخصيه عمليه، هل هي شخصيه حساسه، ولا هي شخصيه قلوقه، ولا هي شخصيه متوتره. لازم كل واحد يبحث في ذاته، لو بحث في ذاته وفي شخصيته هيخضع الى قوانين نفسيه، لو قدر يطبقها هيقدر يوصل لتحقيق ذاته، ولو وصل لتحقيق ذاته هيبقى يوصل لطموحه ونجاحه باذن الله. حتى لو كان دكتور مثلا في محيط سلبي او محيط كان بيأثر دايما عليه بالاحباط، يعني كان راسم مثلا هدف في باله او كان راسم حاجه في باله ان هو عايز يحققها، ولكن للاسف الراحه النفسيه بالنسبه له قلت جدا جدا جدا، فدي برضه حاجه في بالي كنت عايز اعرفها. يعني عاوزين نحط بقى قاعده جميله جدا الا وهي مع حضرتك عاوزين نحط قاعده جميله جدا. انت حضرتك بتقول لو حتى لو في محيط سلبي ومحيط يضايقه ومشاكل والكلام ده، الراحه النفسيه نبعها داخلي ليس خارجي. تاني، ان انا راحتي النفسيه داخليه من جوه لبره، مش من بره لجوه. اللي من بره لجوه دي مواقف بتحصل في حياتنا بتدعمنا نفسيا. الواحد ممكن يشتغل وينجح فتلاقي انكم داخله او دخل داخله فلوس او تقدير الذات او الكلام دوت، ده بيدعمه. انت لازم يكون راحتك النفسيه معاها داخلي ليس خارجي، ما تنتظرش الراحه النفسيه من جوه. لو انتظرت الراحه النفسيه من بره لجوه هتتعب. ليه؟ لان احنا طبعا ربنا بيقول ولقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد، تعب ومشقه، مفيش حاجه بتبقى سهله. فلازم الانسان يحاول ان هو يجتهد ان راحته الذاتيه وراحته النفسية من الداخل للخارج، فلذلك يبقى إنسان إيجابي، إيجابي لنفسه، إيجابي لأسرته، إيجابي لأولاده، إيجابي لحياته للمجتمعه. فيبدأ كده يخلق ويوجد حواليه مناخ إيجابي وجميل. بنشكرك يا إسلام على المداخلة، شكرا ليك جدا. في نهاية فقرتنا النهاردة عايزين حضرتك تقول لنا كبسولات كده من خلالها الواحد يقدر يحافظ على راحته النفسية. جميل جدا قوي. احنا هنتكلم بقى في القانون الأخير، وده أهم كبسولة نفسية أو أهم قانون نفسي، ألا وهو إزاي تبدأ يومك وإنت سعيد، وإزاي تبدأ يومك وإنت مرتاح نفسيا. فعلا بعض الناس بتصحى متضايقة ومش مبسوطة ومزاجها مش كويس. طبعا طبعا، بس قبل ما نبدأ اليوم لازم تشوف ختمت يومك اللي قبليه ازاي، عشان زي ما هتختم يومك هتبدا يومك. يعني الكلام دوت في القانون الاخير اللي احنا هنتكلم فيه، الا وهو نام زعلان تصحى عيان. تاني كده، نام ايه؟ زعلان تصحى عيان. على طول لازم نبص لحظه النوم اللي من خلالها هيبتدي يومك الجديد. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا قبل ما ننام جسمنا واجسامنا بتخضع الى راحه قويه، يعني عندنا هنا هوت الموصلات العصبيه لازما بتاخد راحتها. فلازم الواحد ينام على طاعه ربنا، ينام وهو مش بيفكر في حاجه تضايقه، علشان يصحى وهو سعيد ومستريح، يصحى بطاقه الحمد علشان يكمل حياته، علشان ما يصحاش عيان. وربنا سبحانه وتعالى ربي يكرمنا كده بالخير. وانا سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده. انا اسعد. وباذن الله يبقى في حلقات تانيه باذن الله. باذن الله. بنشكر حضرتك، استفدنا جدا من حضرتك الدكتور اسلام عبادي استشاري الصحه النفسيه. انتظروني في فقره مهمه جدا ولكن بعد الفاصل.